هنبدأ جولتنا مشاهدينا مع لقاء مهم جمع بين سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء العراق، ونقرأ من جريدة اليوم السابع عنوان: رصيد تاريخي من الأخوة الصادقة والدعم المتبادل مع بغداد. ومن جريدة الأخبار نقرأ عنوان: توافق بين القاهرة وبغداد على ضرورة خفض التصعيد الإقليمي. من جريدة الدستور نقرأ أيضا هذا العنوان: الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لوحدة العراق وتحقيق الاستقرار. عنوان أخير من جريدة الوطن نقرأ في هذا العنوان: الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه وتعزيز التعاون العربي والتكامل الإقليمي. عدة عناوين أستاذ محمد متعلقة بالعلاقات الثنائية بين مصر والعراق، الجهود المصرية مع مختلف الدول والأطراف للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وخفض التصعيد وقف إطلاق النار، هذه أيضا التأكيدات والموقف المصري في كل موقف وفي كل لقاء مع مختلف دول العالم. حضرتك بتشوف هذه الجهود إزاي وما تقرأه أيضا مما جاء في هذا اللقاء؟ يعني خلينا نقول ان هي زياره مهمه جدا في توقيت مهم، وكانت فيها عدد من الرسائل. نعم. اذا كنا نتحدث عن العلاقات الثنائيه والتعاون الثنائي مع العراق، فهي وصلت الى حد كبير من التفاهم والتوافقات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعد طبعا الظروف اللي تعرضت لها العراق، ثم عادت مره اخرى بقوه في ظل اصرار مصر على وحده وسلامه اراضي العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخليه. وشفنا زيارات متبادله بين المسؤولين، وهناك لجنه للتعاون الثنائي وعلى مستوى التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والاردن، وكان هناك تاكيد على زياده حجم الاستثمارات. السوق العراقيه سوق يعني رائعه وسوق متعطشه للاستثمارات المصريه، وتثق في الدوله المصريه، وبالتالي هي ترحب بهذه الاستثمارات. الشق الاخر كان هناك توافق فيما يتعلق بالملفات الاقليميه، الحفاظ على وحده الدول وسلامتها، عدم التصعيد في المنطقة حتى لا يمكن لا يؤدي ذلك إلى انزلاق إلى حرب إقليمية كبيرة تأكل الأخضر واليابس، التأكيد على ضرورة خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في غزة. وخلينا نقول إنه تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي بالأمس على ضرورة الضغط وضرورة أن يبذل المجتمع الدولي ضغطا كبيرا لإنفاذ وقف إطلاق النار، فهذه كلها كانت رسائل إيجابية في هذا اللقاء. واعتدنا على مثل هذه اللقاءات أن تكون يعني هناك رصيد تاريخي، مثلما يعني ذكر العناوين الصحف للعلاقات بين مصر والعراق، وزيارة مهمة وستفتح الباب لمزيد من الاستثمارات سواء للشركات المصرية ورجال الأعمال المصريين العاملين في العراق أو العكس من جانب الشركات العراقية. تعامل مصر مع ما يتعلق بدعم العراق والدعم الكامل لوحدة العراق وسيادته هو نفس المبدأ اللي تتبعه الدولة المصرية في علاقتها ودعمها لمختلف الدول، الحرص على الوحدة، الحرص على أن تكون الأمور الداخلية بيتم السيطرة عليها داخليا والسيادة الداخلية للدولة من الثوابت في المواقف المصرية لجميع الأشقاء والدول. خليني أشيد بهذه النقطة لأنه ده موقف مصر التاريخي والدائم. ومصر لم يعني تتحول يوما إلى دولة طامعة في أي، لا، تريد استقرار المنطقة والعالم، تحافظ على سيادة الدول، ترفض التدخل في شؤون الداخلية. حتى في مؤتمر الرئيس السيسي مع الرئيس الصومالي في العالمين منذ أيام، يعني حتى هو بيتكلم على ان مشاركه مصر، وهذا حق اصيل لها باعتبارها عضو في مجلس السلم والامن الافريقي او سترأس هذا المجلس هذا العام، بيتحدث عن انه احنا هنشارك في يعني الحفاظ على الصومال لو ارادت الدوله الصوماليه ذلك. يعني حتى احنا لما بنيجي نطلب حاجه زي بنستاذن وبنحافظ على سياده الدول والامن الاقليمي والامن العام. فبالتالي هذا هو موقف مصر وهذا هو توجه مصر، وكانت لها اطماع، كنا قلنا كانت استغلت كل اللي بيحصل حواليها سواء في ليبيا او في السودان او في غزه. يعني هي علاقات متينه بينها وبين الدول المحيطه بالفعل.